تتواصل دائما الحملة الوطنية التلقيح ضد فيروس كورونا على مختلف محطات التلقيح في إقليم يعني في العالم القروي وفي العالم الحضاري وعلى مستوى البشويات. انزلنا هذا الأسبوع الفئة العمرية 45 سنة فما فوق، يعني العملية ما زالت متواصلة بشكل تدريجي، تتم خفض عتبة المستفيدين بشوية بشوية من أجل تدبير أحسن للعملية. لاحظنا بأنه كان إقبال كبير الحمد لله للمواطنين، رغم أن ذلك موازاة مع ذلك يشكل ضغط على محطة التلقيح، ولكن نحاول تدبير الأمور بتنسيق مع السلطات المحلية والسلطات الأمنية في على مختلف المحطات ديال التلقيح. كما لاحظتوا بأنه كاين الفئة ديال 45 عام وما فوق، يعني 45 عام حتى 50 عام، هما فئات نشطة، يعني الناس اللي تيكون عندهم واحد العمل ديالهم، يعني تيجيو تيخليو المكان ديال العمل ديالهم من أجل الاستفادة من التلقيح، تيكونوا بعض الخطرات بعد الشنانات نورمالمون حيت تيكون الزحام حيت كاين إقبال كبير. أنا أدعو المواطنين زعما الالتزام الصبر، القضية نهار وغادي تدوز يعني ولا يومين على حساب الفلو على حساب المواعيد. تحية احترام وتقدير لمهني الصحة اللي رغم هذا الضغط مازال يواصلون العمل ديالهم بدعم بطبيعة الحال من السلطات المحلية والسلطات الأمنية. ما ننساوش بأنه هناك محطات تلقيح ومعظمها تقريبا أكثر من 80% من محطات تلقيح تخدم على بممرض واحد، يعني راه ما عندوش غير تلقيح ضد فيروس كورونا، راه عنده برامج أخرى، برامج الصحة، يعني البرنامج الوطني اللي تمنيه التكفل بالأمراض المزمنة، التخطيط الأسري، مراقبة الحوامل، يعني ما يشكل بعض الضغط كذلك على مهني الصحة. ولكن الحمد لله كاين واحد الحس الوطني والإحساس بالمسؤولية من طرف جميع مهني الصحة اللي ملتزمين من أجل إنجاح هذه العملية لحدود الساعة لحدود أمس أكثر من 97 ألف شخص استفاد من الجرعة الأولى. يعني اليوم أكيد غادي نفوتوا العتبة ديال 100 ألف نسمة اللي استفدت من التلقيح، ما هو يشكل ثلث السكينة المستهدفة بهذه العملية إن شاء الله، يعني 17 سنة فما فوق اللي مازال غادي تستمر. يعني هو أرقام جد مهمة تتبين انخراط المواطنين وكتبين كذلك التزام جميع المتدخلين من أجل إنجاح هذه العملية واكتساب واحد المناعة جماعية إن شاء الله من أجل استئناف الأمور بطريقة طبيعية إن شاء الله، ويتم واحد رفع واحد الحجر تدريجي وتعود الحياة الأمور طبيعية إن شاء الله. شكرا.